الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، عزيزي الطالب، إليك الآن الدرس الثالث، وهو درس يشتمل على نقطة لا تخرج أبداً عما سبق وأن أوقفتك عليه من بيان موقف أهل السنة والجماعة من القدر. هنا في هذا الدرس الذي نحن بصدده الآن نبرز نقطة أساسية تتعلق بسبق علم الله بالكائنات، ذلك أننا قد أثبتنا في الدرس الثاني شمول علم الله عز وجل وقدره لكل أفعال العباد. وهنا نعم، الحق تبارك وتعالى يسبق علمه بجميع الكائنات، وهذا ما عارضه بعض نفاة القدر ولنا معهم موقف. عناصر هذا الدرس تكمن في نقاط ثلاث: الأولى بيان سبق علم الله بالكائنات، الثانية إبراز وجوب الإيمان بصفاته تبارك وتعالى، الثالثة ذم القدرية نفاة القدر. أما عن النقطة الأولى فيقول عنها الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. هذه الكلمات الجامعات من كلام الإمام أبي جعفر رحمه الله تؤكد على هذا العنصر تماما، وتوضحه لك عزيزي الطالب أي موضوح، ذلك أن الله تبارك وتعالى قد سبق في علمه كل ما في الكائنات. ولعلك عزيز الطالب تقف على بيان عظمة آدم عليه السلام عندما قال له ربه، علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. لقد سبق في علم الله عز وجل أن لكل شيء في الكون اسم، ولكل شيء في الكون حدث، ولذلك سبق في علمه الأزلي القديم بقدم ذاته. لكن ما يحدث أمام العباد إنما هو إبراز علم الله القديم، ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير، فكل ما في الكون إنما هو صادر بأمر الله الذي يقول لشيء كن فيكون. هذا معنى سبق علم الله تعالى بالكائنات. يؤكد الطحاوي هنا على أن الله قد سبق علمه بالكائنات، وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها، وهذا ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها وأزمانها ووقائعها وأحداثها على ما اقتضته الحكمة الإلهية البالغة، فكانت كما علم سبحانه أزلا. فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إيجادها إلا من عالم حكيم سبحانه سبق علمه على إيجادها. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. استفهام هنا يؤكد على ثبوت علم الله، وأن العبد الذي يعتقد ذلك إنما يفتش عن عقيدته الفاسدة. لقد أنكر غلاة معتزلة أن الله كان عالما في الأزل، وقالوا إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إن قولهم خاطئ وعقيدة فاسدة لا دليل عليها، يربأ المرء المسلم عن أن يخوض في إبرازها، ذلك أن الحق تبارك وتعالى سبق في علمه الأزلي علمه بالكائنات. أما عن وجوب الإيمان بصفاته تبارك وتعالى، فإن الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله يؤكد على وجوب الإيمان بصفاته تعالى. يقول: من عقد الإيمان وأصول المعرفة الاعتراف بتوحيد الله تعالى، هذا أمر، وربوبيته. ولا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى. عزيزي الطالب، عزيزي المستمع،
إن هذه الكلمة الضافية التامة من إمام الأئمة الإمام أبي جعفر تؤكد على الترابط الوثيق بين أركان الإيمان، إذ لا يتم الإيمان الحقيقي بالله تبارك وتعالى إلا بالإيمان بمعرفته أولا، والاعتراف بتوحيده ثانيا، والاعتراف بربوبيته ثالثا، ولا يتم ذلك كله إلا بالاعتراف بالربوبية والاعتراف بصفاته العلى وأسمائه الحسنى. نعم، من عقد الإيمان وأصول المعرفة الاعتراف بتوحيد الله وربوبيته والإيمان بصفاته العلى، كما قال تعالى في كتابه العزيز: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال: وكان الله سميعا بصيرا. إن القدر، إن التقدير لا يكون إلا من قادر، وما يكون في الكون لا يكون إلا من مريد، ولا يقع في ملكه إلا تحت سمعه وبصره، فهذه صفات لا يكمل إيمان المرء إلا بها. ومن أكبر الأدلة على ربط التوحيد بتحقيق الإيمان بالقدر حديث جبريل عليه السلام حين قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، ذلك أن الإيمان بالقدر لا يكمل الإيمان إلا به. وإذن لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى، فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟ ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة كما جاء في كثير من أحاديث السنة النبوية العطرة. عزيز الطالب، نقب بك ثالثا على ذم القدرية نفاة القدر. ابن عباس رضي الله عنه يشير إلى أن هؤلاء قد جانبهم الصواب، بل حكم عليهم وبين أن طريقهم طريق وعر، حيث قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. نعم، لا يكمل التكذيب مع التوحيد، لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم وما أظهر، أي أظهر الله من علمه الذي لا يحاط به وكتابه مقادير الخلائق. وقد ظل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم ممن ينكر علم الله عز وجل بالجزئيات وبغير ذلك، فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر. وأما قدرة الله تبارك وتعالى على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة. نعم، لقد كذب القدرية وجحدوا بملكية الحق تبارك وتعالى وقدرته على كل ما في الكون، فنفوا عن الله خلقه لأفعال العباد، وأخرجوها عن قدرته وخلقه، وأخرجوها عن القدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه. إنهم القدرية المحضة بلا نزاع، فقد جحدوا ما قدره الله من مقادير العباد، وعمت ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يقصد به هؤلاء، كقول ابن عباس رضي ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له: يزعمون، أي قدرية القدرية المحضة، يزعمون أن لا قدر والأمر أنف، أي لا قدر كاملا، فهناك أفعال تصدر في الكون ليست خاضعة لقدر الله. معنى كلمة لا قدر أي لا يثبتون القدر التام، وإنما يثبتون قدرة للمخلوقين، وهذا أمر خطير. فقال ابن عمر رضي الله عنه: أخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني، أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. وهكذا كان موقف سلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يرفضون هذا الطريق ويذمون القدرية نفاة القدر.